بعد أسبوعين تجتمع الجهات الحكومية كافة التي أشرفت على أعمال الحج في ورش عمل لتقييم أدائها الذي حقق نجاحا غير مسبوق هذا العام. ورش العمل ستخرج بتوصيات لتحسين جودة الأعمال ومنذ وقت مبكر. عملية تطوير مستمرة، وسيكون هناك لقاء يجمع جميع العاملين في الحج والقطاعات الدولة العاملة في الحج، سيتدرسون فيما بينهم كل قطاع على حدة، ثم بعد ذلك تخرج بعض المشاريع التي على إثرها يتم تنفيذها من خلال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. وسيعرف الحج في العام القادم مشاريع جديدة تهتم بتطوير الخدمات المقدمة للحجاج مثل النقل والغذاء. أيضا هناك فيما يتعلق في النقل، اليوم النقل الترددي موجود، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. نحن الآن في صدد إن شاء الله بإذن الله البداية في الشروع في المرحلة الرابعة. أيضا فيما يتعلق في الغذاء، التغذية وما يتعلق فيها. وسيكون تطوير الإسكان في مشعر منى واحدا من أهم الأفكار، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأبراج والبناء على سفوح الجبال. نطلب من أيضا الله عز وجل أن يمكن العاملين في الحج لتقديم سكن مميز لحجاج بيت الله الحرام، ولذلك هذا جانب ما يتعلق بالإسكان. هناك البناء على سفوح الجبال أيضا مطروح، بالإضافة إلى العماير والأبراج اللي الآن موجودة، 6 أبراج موجودة في منى، الآن في صدد إن شاء الله زيادة هذه الأبراج. انتهى موسم الحج وبدأت أعمال الجهات المشرفة قبل مغادرة آخر حاج مشعر منى، وهي تضع في الاعتبار تقديم خدمات أكثر تميزا لضيوف الرحمن رغم النجاح الذي تحقق خلال هذا العام. نواف القثامي، العربية، مشعر منى.